هذا وقد أكدت صحيفة الأيام أن سقوط شهيد آخر ليلة أمس الأول ينضم إلى كوكبة الشهداء الذين راحوا ضحية الغدر والخيانة والتآمر والإرهاب، يؤكد أن دولا ما زالت تحاول زعزعة أمن واستقرار البحرين. فإيران لا تخفى دعمها ماليا وعسكريا وإعلاميا للحركات والمنظمات الإرهابية، ومرشدها الأعلى لا يتورع عن التهديد والوعيد والتحريض على نشر العنف والفوضى والتخريب والقتل. بالمقابل فأن هذه الحركات الإرهابية إلى جانب المنظمات المناوئة للبحرين لا تخفي تبعيتها إلى طهران. تعتبر صحيفة الأيام أن كل ذلك معلوم، ولكن المؤلم أن تأتي الطعنة في الظهر من شقيق من المفترض أن يكون سندا وعونا ضد الأيادي القذرة التي تقوم بتنفيذ العمليات الإرهابية الدموية والتي راح ضحيتها شهيد آخر مساء الأحد. وتشير أيضا إلى أن دماء هذا الشهيد وكوكبة الشهداء التي قدمتها البحرين في حربها ضد الإرهاب معلقة في رقبة النظام القطري نتيجة ما تقوم به من دعم وتمويل وتحريض على ارتكاب العنف والإرهاب في البحرين. وتؤكد الصحيفة أن المكالمات الأخيرة بين أحد رجالات إيران وأحد رجالات قطر وما جمعهما وربط بينهما إلا هدف واحد وهو البحرين.